مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم كانت العنوان الأبرز لتظاهرات 14 من فبراير. المتظاهرون رفعوا شعارات متعددة تنادي بتأسيس دولة مدنية، وتطالب أيضا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجان المقاومة، كما تنادي بأن يبتعد العسكريون عن المشهد السياسي في البلاد. مدنية مدنية والعسكر تطوق. مستمرين في الحراك السياسي الثوري، وكل تضامننا مع القوى السياسية. والمطلب الرئيسي في هذه المليونية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسوار. إحنا بس دايرين حكومة مدنية، ما دايرين عسكر. بعد دا يخلونا مع أحزابنا، يخلونا مع مدنيتنا ديمقراطيتنا. المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة سياسية، فيجب أن تبتعد عن السياسة، ويجب أن تحمي الفعل السياسي الحقيقي والبحث عن الديمقراطية. الشباب ديل الليلة طالعين لأنهم بفتشوا عن الديمقراطية. الشعب ما عنده أي مشكلة مع الجيش، لكن مشكلته مع اللجنة الأمنية. طالب المليونية اللي هي يعني ذهاب العسكر من المشهد السياسي، والغصاص لقتلة المتظاهرين، وتحقيق المدنية الكاملة. تظاهرات 14 من فبراير هي الثانية في هذا الشهر ضمن جدول التصعيد الثوري المعد من قبل التنسيقيات لجان المقاومة. التنسيقيات تؤكد أن هذه التظاهرات ستستمر إلى حين إنزال الشعارات المنادية بالحكم المدني في السودان. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث، مدينة أم درمان.